الناس تعبانه برضه، بس الحمد لله رب العالمين يعني احسن فيه دلوقتي، يعني اجتهاد انه يكون احسن فيه، امل فيه، الدنيا بتتحسن برضه الحمد لله رب العالمين، يعني مع الوقت ربنا سبحانه وتعالى نكون احسن من اي حد ان شاء الله. الاقتصاد المواطن، يعني انا يهمني ان البلد تمشي، احنا كويس، الحريه والعداله وكل الكلام ده ماشيين فيه ان بروجريس، لكن اذا استمرينا كل يوم والتاني نعمل مظاهره هننزل اقتصاديا، وده هيخسر كل الشباب، ما مش هيلاقوا مستقبلهم، اللي فاضل الخريجين الجامعه هيلاقوا رزق من فين، الكلام ده كله في تقدم، بس عايزين صبر هنا، بس نقلل الاعتصامات في الاماكن ونشوف الدوله عاوزه ايه، وطبعا بكل حاجه بالدراسه هتتحقق، حاجه مش هتتحقق في يوم وليله، نصبر شويه نشوف الاهداف اللي عاوزينها ايه، نعمل خطه عليها باذن الله كل حاجه تبقى افضل من الاول باذن الله تعالى. طبيعي ان حضرتك ان بعد اي ثوره في العالم بيبقى فيه عباره عن فتره انتقاليه بتسود فيها الاضطرابات وعدم الاستقرار، في لو كلمتك على المستوى الاقتصادي بالتاكيد احنا تاثرنا اقتصاديا بعد الثوره، في انخفاض الاستثمارات، معدل الدخل القومي، في عجز في الموازنه، في عجز في ميزان المدفوعات، اضطرينا ان نلجا الى صندوق النقد الدولي عشان نقترض من اجل تحسين مستوى الاقتصاد المصري. والله ربنا يعدلها ان شاء الله، بس احنا نصبر شويه، والله هي مساله صبر، اصل هي مش في يوم وليله هندوس على زرها يعني، وان شاء الله باذن الله ربنا سهل ان شاء الله والبلد تصلح حالها، بس نصبر، اصل يعني في توقيت واحد هنطلب مطالبنا كلها في توقيت واحد مفيش حاجه هتيجي. هو بعد سنه من الثوره مفيش حاجه اتحسنت لسه، حتى الشعب لما بتيجي تكلم واحد شغل البلطجه يعني ايه، زي قلت ان يعني ايه، عشان مفيش احكام او مفيش قوانين تحكم الناس دي بعد الثوره، فكل واحد فاتح صدره واخدها بلطجه، واخدها عافيه، واخدها قوه. اي بلد فيها ثوره لابد ان الاقتصاد يتاثر، لان في اضرابات، طبعا النظام اختل، لسه ما احنا دلوقتي لسه بمرحله بنهد النظام عشان نبنيه، انا في رايي ان احنا لسه ما هديناش النظام، انا من رايي ان احنا نبني ونهد في نفس الوقت، يعني يبقى مراحل هدم الفساد يمشي معها انشاء الاصلاح، من طبعا بدايه بمؤسسات الدوله وبدايه فتح ملفات الفساد كلها. طبعا نبني ونهد، لا ادري كيف من الممكن ان تستقيم، ولكن يبدو انه يتحدث عن هدم وبناء منطقه الهدم وهدم جهات اخرى. على كل يبدو ان ايضا ملاحظاتنا لهذه الاستطلاعات في الاراء أن كلمة الصبر هي كانت القاسم المشترك، يعني مع سيادة القانون والصبر مفتاح الفرج، وكلهم يؤمنوا على سيادة القانون، ويبدو أن هناك وعي شعبي يعني دون الحاجة إلى توجيه من المصريين وهم كبار. دكتور حسن الصادي، كنا نتحدث قبل الفاصل عن الفساد وذكرنا بأنه من أخطر الملفات، دون وضع آليات عملية وعلمية وواضحة وجلية يكون كل ما يفعل هباء، ستتكرر ذات الدورة وستجد بعض النفوس المريضة يدها تعبث أيضا بمقدرات الدولة. إلى ما ذلك لم نلحظ وجود الفساد ومكافحته كبرنامج انتخابي لدى الكثيرين، لم يتحدثوا عنه بالشكل المطلوب، بجانب البطالة والتشغيل وكل هذه الهموم التي ثار من أجلها المصريون. قد يكون عدم التعاطي مع ملف الفساد على أساس أننا أفسدنا ولم نكن في الأصل فاسدين. الذي دأب عليه الحكم في الفترة السابقة أن يحول الجموع المصريين إلى فاسدين عن طريق إفساد زمامهم المالية، عن طريق إجبارهم على تلقي الرشوة أو دفع الرشوة، وبالتالي زوال هذا النظام مع زوال هذه الضغوط في تحويل المواطن المصري من مواطن شريف يعمل ويكد حتى يستطيع أن يجد المال الذي يصرف فيه على أسرته، تحول إلى راشي ومرتشي، تحولنا جميعا إلى راشي ومرتشي، من منا لم يدفع رشوة حتى يخلص رخصة العربية بتاعته أو عشان يدفع حاجة في مصالح حكومية عشان يخلص حاجة، ده اللي احنا تحولنا فيه. الأخطر أن مؤشرات الفساد الحكومي هو دوت الملف الأخطر. الفساد الحكومي للأسف كان مؤشر الفساد الحكومي في مصر عند أعلى مستوياته، كانت مصر تصنف من الدول ذات الأكثر فسادا وروتينية في العمل الحكومي، وإن كان قد يستغرب البعض لما سوف أقول
كان مؤشر الفساد في مصر يجذب رؤوس أموال أجنبية اعتادت على التعامل مع البيئات الاقتصادية الفاسدة عن طريق منح الرشاوي، عن طريق الوصول إلى جهات أو رجال الحكم في الدولة، عن طريق قدرتها على تسعير منتجاتها بأكبر بكثير جدا من القيمة الحقيقية بها، عن طريق الحصول على امتيازات لا يحق لها بأي حال من الأحوال الحصول عليها في دولها أو حتى في مصر إلا في ظل الفساد. اختفاء الفساد في الفترة السابقة سوف يؤدي إلى هروب مجموعة من رؤوس الأموال الأجنبية من مصر ومجموعة من رؤوس الأموال الوطنية من مصر، ما أقدرش أقول عليها الوطنية، مجموعة من رؤوس الأموال المحلية من مصر التي اعتادت أن تعمل في بيئة فساد حكومي، التي اعتادت أن تحصل على امتيازات عن طريق إفساد الطرف الآخر عن طريق الرشاوي وإلى آخره والحمايات وإلى آخره. هذه رؤوس الأموال لعنة الله عليها، عليها أن تذهب إذا ذهبت، أو أنها تتعامل مع المعطيات الجديدة أنه سوف لا يكون هناك الفساد الحكومي الذي اعتادت أن تعمل عليه. هل سوف تستطيع هذه المؤسسات وهذه رؤوس الأموال هذه سواء كانت محلية أو أجنبية أن تحقق مستويات ربحية تجذبها أو تجعلها قادرة على البقاء في السوق المحلي، أم سوف تصفي أعمالها وتخرج خارج السوق المصري؟ في غالب الحال لن تستطيع هذه الشركات الاستمرار في ظل الانخفاض مؤشر الفساد واللي هو الكوربشن اندكس. لما الكوربشن اندكس او مؤشر الفساد يقل في مصر سوف تهرب هذه رؤوس الاموال سواء كانت محليه او اجنبيه، ورؤوس اموال اجنبيه اعتادت ان تعمل في دول ذات مؤشر فساد عالي لن تاتي الى مصر. كيف سوف تقوم الحكومه او سوف يقوم من يدير البلاد في الفتره القادمه بالتعامل مع مثل هذه المعطيات؟ الفساد، لا أحد يشجع الفساد. الفساد يجب أن يتم محاربة هذا الفساد، يجب أن يتم وضع بيئة عمل صحية لا يوجد فيها الفساد الذي كانت تسعى وراءه الشركات الأجنبية. عندما تنظر في ميزانية من ميزانيات الشركات الأمريكية التي تعمل في مصر سوف تجد في ميزانياتها بند مكتوب في اللي هو facilitation cost. فاسيليتيشن كوست دي يا فندم اللي هي تكاليف التشهيرات، تكاليف التشهيرات ما كانت الا رشاوي ما كانش يقدر يقول ان هو كوربشن، ما يقدرش يقول ان هي اللي هي الرشاوي، ما كانش يقدر، فكان بيحطها، ودي كانت بتحتل تقريبا حوالي 20% من تكاليف اداء اعمالهم في المنطقه في مصر والمنطقه العربيه في الوضع الجديد. سوف يتم خفض هذه التكلفة، ولكنها كانت تحصل على عوائد مضاعفة، يعني أكثر من ضعف وضعفين من هذه التكاليف. أنا آسف للمقاطعة، كثير مما كان يشجعهم على العودة إلى مصر والاستثمار في مصر. سوف يتم التعامل مع هذا الملف، سوف يكون من الملفات الشائكة التي يجب التعامل معها بحذر شديد وبحرفية شديدة، مع تطمين لهؤلاء المستثمرين أنهم سوف يحصلون على الأرباح أقرب قريبة جدا الأرباح التي كانوا يحصلون عليها، ولكن في ظل وضع اقتصادي صحي وليس فاسد. سيد إبراهيم فوزي في القاهرة، يعني سؤال فيه شيء من السياسة يعني أيضا، وأنت رجل كنت وزير، يعني اليوم برز شيء من الجدل في الشارع المصري في سلطات التشريعية بالنسبة للمجلس للبرلمان وتضاربها مع الإعلان الدستوري الذي يمنح أيضا المجلس العسكري سلطات تشريعية، وحدث جدل فقهي وقانوني. نحن لا نود الدخول في تفاصيله، ولكن كثير من القانونيين في مصر يقولوا بأن البرلمان وفق هذه التشريعات ووفق التشريع الإعلان الدستوري الذي يمنح المجلس العسكري كل هذه الصلاحيات يبقى برلمان بلا صلاحيات مؤثرة ومباشرة. هل تعتقد أن هذا الوضع مؤقت وأنت رجل كنت في دهاليز السياسة، أم أن المجلس العسكري ربما له وجهة نظر أخرى؟ اسمح لي قبل أن أجيب على سؤالك أن أعود إلى نقطتين هامتين، لأن هذا البرنامج من عنوانه اقتصاديات الربيع. الأستاذ شريف تحدث عن الدعم وسوء توزيعه في مصر، وطبعا كلنا متفقون على سوء توزيع الدعم، لكن الناس عادة والخبراء يتناسون قضية في غاية الأهمية في مصر وتوفر كثير ومتعلقة بنظام الضرائب. وأنا أدعو الأستاذ شريف الكيلاني أنه يعني يجيب على أسئلتي ببحث ينشره،
مصر هي الدولة الوحيدة بين أقرانها التي تحصل ضريبة شركات 20% فقط وتترك للمستثمر كل ما يبقى. لا توجد ضريبة على أرباح البورصة، لا توجد ضريبة على أرباح التوزيعات، لا توجد ضريبة على الدخل العام، لا توجد ضريبة على قيم منقولة. هذا الوضع أدى إلى أن كثير من الشركات الأجنبية المستثمرين الأجانب حصلوا على أموال لا يتخيلها الكثيرون. وزير الاقتصاد يوسف بطرس غالي في سنة 2009-2010 في معرض دفاعه عن الضريبة الموحدة 20% قال إنها أدت إلى رفع الحصيلة فوصلت إلى 60 مليار جنيه. معنى هذا أن الشركات الأموال التي دفعت 20 مليار جنيه ذهبت إلى بيوتها ومعها 240 مليار جنيه. هذا نصف الموازنة المخصصة، نصف 500 مليار. فهذا عنصر هام جدا أنا أتصور أن الحكومة لابد أن تواجهه وتواجهه بحزم. ومن يقول إن الضرائب إذا ارتفعت سوف تهرب الأموال، نقول لهم اذهبوا وادرسوا حالة البرازيل حينما جاء لولا دا سيلفا منذ 8 سنوات كانت الضرائب 13% رفعها إلى 37%، وحينما قال له خبراؤه المستثمرون لن يأتوا قال لا المستثمرون سوف يأتون، لأنهم لا يأتون فقط للضرائب وإنما يأتون للمعاملة وللرعاية وللتسهيل ولإزالة العوائق من أمامهم. من هنا يبدأ الإصلاح الحقيقي للاقتصاد المصري، لأنك سوف تعجب حينما تعلم أن كثير من الشركات بهذه الأرباح تطلب تحويلها إلى الخارج عملة صعبة، وحينما يذهبوا إلى الخارج يدفعوا ضرائب عن أرباحهم المصرية في بلادهم. سيد إبراهيم نعم أنا أشكرك على إثارة هذه النقطة. تبقى دقيقة من البرنامج أنا سأتركها لضيفي هنا شريف الكيلاني علّه يجيب ونعد بمواصلة الحوار من المؤكد في هذا الموضوع. أشكرك على إثارة النقطة. سوف أجيب على سؤالك. نعم نعم حاضر. تفضل. تعرضت للموضوع السياسي. عفواً. لا أنا أتصور التوافق سوف يسود. نعم تفضل. التوافق السياسي سوف يسود وسوف تقتنع كل الأطراف بالضرورة التي تلزمها حماية الوطن وضمان تقدمه. أشكرك سيد شريف. تحدث هو عن الضرائب وما إلى ذلك، إذا كان لديك رد في هذا الخصوص. لا الحقيقة أنا متفق تماما مع أستاذنا الكبير الأستاذ إبراهيم. الحقيقة أنا كنت بروح الهيئة العامة للاستثمار زمان من 15 و20 سنة لما كنا بنشوف الشركات الأجنبية اللي جاية تشتغل في مصر، وكنت بخش في مناقشات كبيرة مع أستاذنا إبراهيم وكل الكلام الحقيقة اللي أثار وكلام مهم جدا عن السياسة الضريبية المصرية، ويجب إعادة النظر في قوانين الضرائب في مصر، وهذا مطلب حقيقي ومطلب يجب أن يوضع على أولويات الحكومة الحالية. نعم. النظام الضريبي عندنا نظام مشوه، النظام الجمركي عندنا نظام مشوه، ويجب إعادة النظر فيه. نعم. حتى يتم تحقيق سيادة للدولة وأيضا. نعم. تحقيق سيولة. نعم. يلا وكلكم أبناء مصر النجباء سيد شريف تسهموا في تطور هذا البلد. أنا أشكرك السيد شريف الكيلاني رئيس خدمات استشارات الضرائب في أرنست أند يونغ الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن القاهرة السيد إبراهيم فوزي وزير الصناعة المصري الأسبق، ومن الكويت الدكتور حسن الصادي أستاذ الاقتصاد بجامعة الخليج. وشكر لكم مشاهدي الكرام، ونتمنى أن نرى مصر وبقية الدول العربية كلها ربيعا. أشكر طيب متابعتكم هذه الحلقة من اقتصاديات الربيع من CNBC عربية. في أمان الله.